فالإنتاج العراقي وصل إلى حوالي 9% من إنتاج التمور بكل العالم، وتصدرت محافظة ديالى محافظات العراق بعدد النخيل وإنتاجه. بهذا العام أي 2014 بلغت كمية التمر المصدر إلى العالم من العراق 363 ألف طن، ووصلت عائداتها المالية إلى 135 مليون دولار، وتصدر إلى عدة دول منها الإمارات والهند والمغرب والصين وباكستان وغيرها من دول العالم. لكن على مدى 50 سنة الماضية شلون كان إنتاج التمور العراقية ككمية، وين كان موقع العراق كمنتج ومصدر للتمور بين دول العالم المنتجة الأخرى؟ تعالوا وياي للتقرير التالي، خلونا نشوفها سويا. من سنة 1960 إلى سنة 1965 كان العراق البلد الثاني المنتج للتمور بالعالم بواقع 350 ألف طن سنوياً. تزايدت الكمية المنتجة بين سنوات 70 و 74، وصلت إلى 361 ألف طن سنوياً، لكن بقى العراق بالمركز الثاني عالمياً. وبين العام 1950 إلى عام 1979 قفز الإنتاج العراقي إلى 470 ألف طن، يعني بزيادة 100 ألف طن عن ال5 سنوات القبلها. وهنا صار العراق هو البلد رقم واحد بإنتاج التمور بالعالم. بين عامي 1980 و 1989، وبسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية، انخفض الإنتاج إلى نحو 390 ألف طن، وتراجع العراق إلى المركز الرابع عالمياً. وبين سنوات 1990 و 1995، وبقمة أزمة الحصار والعقوبات الدولية، قفز الإنتاج العراقي بشكل مذهل ووصل إلى 570 ألف طن سنوياً، وهذا الرقم يوصل العراق لأول مرة بتاريخه، لكن لا زال بالمرتبة الثالثة عالمياً. بالسنوات الخمسة التالية أي ما بين 1995 إلى 2000، قفز الإنتاج مرة أخرى ووصل إلى أكثر من 800 ألف طن سنوياً، وبالمرتبة الثانية عالمياً، وبقى على هاي المستويات حتى عام 2004. وهنا بدأ التراجع الكبير، فبين عام 2004 و 2009 انخفض الإنتاج إلى النصف وبلغ 450 ألف طن فقط، ونزل العراق من المرتبة الثانية عالمياً إلى السابعة، لكنه حاول يستعيد قوته من جديد، فارتفع ناتج التمور الوطني من جديد بين عام 2010 و 2014 ليبلغ 626 ألف طن سنوياً، ويحل العراق المرتبة السادسة عالمياً.